السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه ايمان ارتيزان، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. كنتمنى تكونوا فرحانين، كنتمنى تكونوا عامرين بالطاقه الايجابيه. الله يسعدكم، الله يفرحكم، الله يحقق لكم جميع امانيكم. كي دايرين مع هذا البرد؟ قولوا لي، كاين غير البرد غير البرد. هاد اليومين اللي صفقات كان عندنا شويه الجو زوين، اليوم ظل النهار كله هي الشتا كتنزل صراحه. اليوم كنا غادي نخرجوا نديو الدراري للطبيب، انه البارح ظل لي ثلاثه بهم مرض. حاتم بنات لي حضروا اللايف ديالي انا وصفاء، كلهم شافوا انا كل ساعه كنقول لها نمشي نشوف ادم، مره مره كنمشي نطلع على ولدي. وقلنا يعني البارح قررنا انا وزوجي ديالي ان نقدروا نديوهم الارجنت، لان اليوم لحد ما يمكنش لنا نديرو موعد، ما يمكنش لنا نديرو موعد ديال الطبيب عادي. و كنا لاسيت غادي نديوهم الساعه، الحمد لله صبحوا شويه لاباس وخا ديجا خدنا اليوم الموعد. قلت للراجل من الاحسن خليه حتى ناخذ اليوم موعد ديال الطبيب عادي. اصلا دائما هنا في امريكا واحد القضيه، فيما كدي الدراري هكا الارجنت كير يعني الامرجنسي، كي ما كيعطيهمش شي حاجه، غالبا كيقول لك راه عادي غير شي فيروس، راه اعطيهم غير موترين وتايلانو، لان كتكون عندهم غير الحراره. اصلا ولادي انا ضال البارح عندهم غير الحراره، فقلت لي خليت ان شاء الله ان نديوهم طبيب ديالهم، نديرو لهم فحص عادي وصافي. ودراري سبحان الله هاد الايام كلهم مرات، كانت عندي نيت نعيمه صاحبتي بناتها حتى هما مرات. لي سولتي كيقول لك ولادي مرات، كاين الدراري كحبوا مع هذا الجو سبحان الله. صافي ما بقيناش خرجنا، ما بقيتش ديت للدراري، وبقيت جالسه ما كاين ما يدار. الدراري صافي شويه دابا عطيتهم الدواء، عادوا شويه لاباس. ايوا قلت اش عندي اش عندي، قلت اجي نشارك مع البنات الكادوات اللي جبت لي صفاء من الفضاء. صفاء هذاك المره كنت مشغوله ما عنديش فين نوريكم الكادوات اللي كانت جابت لي غيزلان، وبقيت معطل عليكم. هذه المره قلت ما غاديش نتعطل، غدا نوريهم لكم مباشره من بعد اللايف اللي درت البارح اللي كانت معايا فيه صفاء. وصراحه دوزت معها وقت زوين بزاف بزاف، مع في اللايف وخارج اللايف دوزنا وقت زوين. ولادها ما سخاوش بالدار، قالوا لها بغينا نديرو سليب اوفر تيعجبهم الحال هنا. حتى انا دوزت معها وقت زوين زوين الحمد لله. واللايف كانوا معنا البنات، توانسنا معاكم، جمعنا معاكم، درت لها حنينه. تمشيو اللايف وتشوفوا الحنه اللي درت ليها، ولا البنات اللي في الانستغرام راه حطيت صوره الحنه اللي درت ليها. صراحه كتعوانه غدا ندير لها الحنه خارج اللايف ونصور الطريقه. داك الرسمه درتها يعني كنرسم فيها، وكاين يعني كنبدع كنبدع يعني ما خديتهاش من شي بلاصه، غير مستوحات من الابداع ديالي صافي. وما ما صورتهاش بالضبط كيفاش كدير، فغنخليكم غير الصوره ديالها في الانستغرام. المهم البنات تشوفوها ان شاء الله. دابا غادي نشارك معكم الكادو اللي جات لي صافا، مسكينه جات متقله. ودابا غادي نمشي نجيب لكم الكادو اللي جبت ليا نشاركو معكم، لان ما بغيتش نبقى نتسنى عليه، نحلو انا نشوفو حتى نتوما تشوفوه معايا في الفيديو. يلا خليكم معايا. انا تربيت ندير لكم عيو عيو، غنحطو في الارض باش يلا نبان لكم ونبقى نوريكم بالحاجه بالحاجه. هي مسكينه عذبات راسها الصراحه. ديجا درت طليله حيت دايراهم هكا في هاد السويكات اللي كيداروا فيهم هكا، واحد اللي كنتي غادا ديري تجيبي شي كادو شي حاجه كديريهم، كدير معاهم هاد الوراق بحال هكا. جابت لي شي حاجه اللي ديجا انا كتعجبني، ديجا خايده منهم وحده بياسه، عندي وحده بحال هاد الشكل، وكنت ديما فيما كان يعني خديتها قبل ما نبغي نتحول، والوقت اللي كنت كنتحول فيما كنشوفهم كنقول حتى نتحول ونزق الامور ديالي وناخذ منهم يعني من هنا ومن هنا. وسبحان الله بحال عرفتني عاجبيني وباغاني باغا زعما ناخذ منهم، وجابتهم لي صافي هناتني، وكاش غادي نبقى نقلب عليهم ونجيب منهم. شكرا ليها بزاف. ف شفت غير من برا يعني ما عرفتش بالضبط اشنا هو كل حاجه جبت، فغادي نكتشفهم معاكم ان شاء الله.
غنبدا باول وحده، نبداو على بهاد الكبيره هادي جايه فيها لاف اي لاف يو. عرفتي الزيف عصبني اليوم ما بغاش يزكى، غير ريحتو عليا ما بغاش يزكى. يلا شوفوا البنات كيفاش يعني كي غالبا هكا، هنا غالبا هكا هاد السويكات كيجيو زوين هكا ملي كتكون شي كادو وكديري هادو هاد الوراق كي كيجي منظر زوين. المهم جبت معكم اول حاله، المهم جبت معكم اول حاله. او لا لا شوفوا البنات واه هادي ديال الشمع. الا لقيت هذيك اللي عندي حتى هي نجيبها لكم ونوريكم، يعني حتى هي سبحان الله فيها السيلفر وكان فيها هاد العقيقات، يعني بحالا كانت معايا اللي مشيت خديتها. واو جوج منهم، واحده طويله واحده قصيره. شوفوا البنات نشدها بحال هكا باش تبان لكم، وهادي قصيره، هادو كيدار فيهم الشمع كنظن. المهم المنظر ديالهم زوين بزاف، غنحط معاك كجن ونشوف الثانيه. هاد السويك تاع هو كونغراتيليشنز كونغراتيليشنز. لا لا شوفوا البنات انتما هادي بحال الشكل ديال الصناديقه بالغطا ديالها، ها هو الغطا كيبقى لاصق فيها. بغيت نحاول نلقى التليفون باش تبقى تبان لكم شتيها كيفاش كتحل. وفي القلب ديالها كاينه وحده اخرى تنوريكم بعدا، هذه الكبيره شوهايا فيها مرايا كتلاحظوا كتحل وكتسب فيها الجيلات كتلاحظوا. وهذه الصغيره ديالها هي كتحل شو هي فيها المرايا و ثالثه هي كنظن نفس الشكل. نفس الشكل واو نفس الشكل شويه فيها جوج. هادي ديال الشمع تاعي شو الشكل ديالها زوين، جوج منها هي بحال بحال المرايات في كل وحده شو نشوف باش تشوفوا راسكم. شوفوا البنات لا تشوفوا راسكم صراحه زوين وفنين فنين انا بعدا عجبوني تبارك الله على ذوقها. شي حاجه اللي انا ديجا كانت كتعجبني صراحه، شي حاجه اللي ديجا كانت كتعجبني. البنات حتي كيبانوا في الفيديو عطا واحد المنظر زوين. المهم البنات شاركت معكم الكادو ديال صفا، قولوا لي الراي ديالكم، اكيد اكيد غادي يعجبكم هذا الكادو انا متاكده صراحه. الذوق ديالها غزال 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 حمقوني، خصوصا انها جات شي حاجه اللي ديجا انا عاجبني. ديجا انا عندي البلاطو منهم غير هو ما عرفتش فين دايره، خصني تنشوف الا لقيتو ونوريه لكم، الا ما لقيتوش تنوري لكم شي فيديو اخر هكا ملي نبغي نقادو شي بلاصه. نفس الشكل سبحان الله، يعني تا هو فيه تا هو فيه السيلفر، وديما فيما كنشوف هاد الديكورات كيعجبوني كنحماق عليهم كنقول لها هادو ان شاء الله ملي نتحول ونترصا ونقاد اموري غدا ناخذهم ان شاء الله. بحالها كانت كتمشي معايا وكتعرف اشنو كيعجبني. وبغيت نقول لها شكرا ليها بزاف بزاف بزاف، عجبات راسها. نسيت حكا جات لي واحد لاكار حتى هي صراحه غنوريها لكم حتى هي من نوريكم حكا حتى البعض.
تبينا نشوفوا هاد البوكي ديال الورد اللي جابت ليا. صراحه زوين زوين بزاف. فاش شتو كيسحب لي هادو غير بلاستيك حيت كيبانوا بحال مصبوغين، ملي جيت نشوف لقيتهم راه فعلا يعني عشب وصابغينو باش عطا هاد المنظر بحال هكا. شوف شحال زوين. الورد دايما فيه الحياه، وحتى هاد الورده كنتي نوريهم ليكم حتى هما مصبوغين. نجيب لكم شو البنات صابغينهم باش هما بايضين، وعطاهم ديرهم هاد الصباغه باش عادو بالذهبي. وعاد عطاتني هاد الكارد ويلكم عتبة خير وصحة وسلامة بإذن الله. صفاء عجبتني. Each time you walk through your front door, hope you will enjoy your new place more. مكتوب هنايا. شكرا لها بزاف بزاف صراحة. عجبني الكادو ديالها، عجبتني هاد الكلمات اللي كاينة في الكارد، وعجبني الورد. شكرا لها بزاف. نبدو على ساعة الخير ان شاء الله لهي ولا كاع حبابنا اللي جاو عندنا واللي فرحوا معنا، وحتى المتابعات اللي فرحوا ليا وديما كيخليو كلمات زوينه في التعاليق وكيتمنوا الخير. واي انسان كيتمنى الخير اخاه المسلم ربي كياتيه بالخير من حيث لا يحتسب، كما كنقول لكم دائما وابدا. نختم الفيديو بغيت نترحم على هذاك اليوتيوبر الجزائريه اللي توفات البارح. فاش كنا دايرين اللايف دخلوا البنات وقالوا لنا راه واحد اليوتيوبر الجزائريه توفات، وانا ديجا كنت سامعه بهاد القضيه، يعني يلا كنت سامعها مع صاحبتي نعيم، عندها واحد صاحبتي جزائريه قالت لها راه كاين شي يوتيوبر توفات، وما كنتش متاكده من الموضوع. من ورا اللايف مباشره مشيت تقلبت ولقيت فعلا داك اليوتيوبر توفات. بغيت فدخلت لاخر فيديو ليها ولقيت بزاف بزاف البنات ترحموا ليها وكيدعوا معاها بالرحمه، يعني واحد العدد كبير تاع الناس كيدعوا معها بالرحمه. لقيت هكا فيديوهات ديال اليوتيوبرز اللي هما كيدعوا معها بالرحمه وكياكدوا الخبر، وفي التعاليق ديال الفيديوهات ديالهم الناس كيدعوا معها بالرحمه. كنقول وكذلك حتى انا خليت تعليق في الفيديو ديالها، يعني تعيط لها بالرحمه. سبحان الله قلت هاد السيده تكون دايره شي حاجه زوينه في حياتها باش الناس كلهم يدعوا معها بالرحمه. وبغيت حتى في هذا الفيديو نقول الله يرحمها، الله يوسع عليها، الله يجعل الجنة متواها، والله يصبر أهلها على الفقدان تاعها، الله يرحمها والله يحفظ لها وليداتها، الله يقومهم بالسلامة. يعني هما باقي متأثرين على حسب اللي شفت أنا في المعلومات اللي عاطين في الفيديوهات. الله يحفظهم، الله يحفظهم والله يشافيهم. مسكينة توفات بسبب الغاز. إنا لله وإنا إليه راجعون. كتاب عليها الله يرحمها والله يوسع عليها. وكنتمنى في البنات نتوما ترحموا عليها في التعاليق، واللي حتى اللي ما ترحمتش في التعاليق ترحم عليها غير بينها وبين راسها. الله يرحمها ويوسع عليها. المهم هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون عجبكم. شاركت معكم الكادو اللي جات ليا صفاء من فضاء صفاء، شكرا ليها بزاف بزاف. تبارك الله على ذوقها، عجبني صراحه، عجبني الكادو ديالها. بحال بحال انا اللي تقديته، لان شي حاجه اللي كانت ديجا كتعجبني. المهم البنات غنختم لكم الفيديو هنا ونقول لكم السلام عليكم في امان الله، وشكرا جزيلا لكم.